محمد الرواحي شاب عماني عنده براند متخصص بالتكة اسمه كوشال ويايب عربة صغيرة في خريف الظهار. تعال ونخبركم وين وإيش عنده. وأنتوا جايين متوجهين إلى شاطئ الدهاريز، عارفين هالمطاعم اللي هني، ثاني عربة كوشال إيش عندهم؟ تعالوا معي جماعة مختصين بالتكة لحم وتكة دياي. اللي عيبني أن صاحب المشروع عماني وموظف عماني والشاب اللي يشتغل بالتكة عماني. الله يعطيكم الصحة والعافية، والله أن ريحتها تفوح. أبا لا ما حاط لك لحم راهي راهي. بعد ما أخذ التكة ويابها على الخبزة يرجعها مرة ثانية على الفحم علشان يحمر لك الخبزة. يا الإبداع يا الإبداع يا شباب. سامي الحارثي يدلع لكم الخبز الحين. أبا أبا وتعال ذوق الفرايز عندهم من كوشال. الصاروخ هذا مع اللحم ومحمر على كم؟ سابقا كان ريال 300 الحين بريال، وعندك الدقيق كان ريال و200 الحين ب900 بيسة. يعني أسعار في متناول اليد. جميل. أبا هجوم على الشباب العماني في كوشال الغالي. اتفقت مع مين أنت على الإعلان؟ مع المنسق. مع المنسق. واتفقتوا على السعر؟ الحمد لله. وقلبي اورى على السعر. اسمع تعال بخبرك شيء، بخبرك شيء. انا اول لما كلمني المنسق انا على بالي عندكم محل كبير، وما كنت اتوقع ان هذا المشروع مشروع شباب عمانيين وكشك صغير. من اجلكم من اجل دعمكم المبلغ اللي اتفقت عليه انت والموظف اعتبر ان هذا المبلغ طاح، وهذا الاعلان دعم لكم. بارك الله فيك. الله يحفظكم. احسن. موفقين. امين. حياك الله. موفقين موفقين، يستاهلوا الدعم. اليوم عندنا هداء إلى شخصية إعلامية بارزة في المجتمع ولها وقفات كثيرة مشرفة إلى محمد الخير. إذا جادت رياح الخير من صوبه، إذا جادت رياح الخير من صوبه، تأكد جاتك الرفعة ولا بهباس. محمد روح مبتهجة ومحبوبة، يكفي همه إسعاد القلب والناس. مخين قال ما يرجع من دروبه، صفاته رفعة اخلاقه وبهنوماس. يا اغلى الناس دماتة خلق مكتوبه على جبينه، وهو عندنا هو اغلى الناس. ابى اسمعهم ايش بيقولوا عن عمان تل. عمان تل عماني أولاً. عين ميم ألف نون